صباح الخير، كيف حالكم؟ رح نحكي اليوم عن البوثوس أو قلب عبد الوهاب. الساعة هلا 8 الصبح، 8:15 هيك تقريبا، مش نايمة من امبارح والدنيا رمضان، فهيك بدي أصور لكم فيديو لأنه صار لي زمان مش مصورة، أفرجيكم كيف الدنيا الصبح هيك الجو حلو. النباتات السهلة اللي بنفع تبلشوا فيها كأول تجربة هي قلب عبد الوهاب أو البوثوس، بنحكي لها ليش؟ لأنها سهلة جدا، سهل تجذيرها، ما بدهاش هالعناية الكتير، وكمان بنفع أحطها عند الإضاءة الساطعة وعند الإضاءة المتوسطة. هلأ بنفع عند الإضاءة القليلة، لكن ممكن الأوراق تصير أصغر ونموها يصير أبطأ، لهيك هي بتحب الإضاءة المتوسطة أو الساطعة لكن تكون غير مباشرة من الشمس. أكثر إشي مخلي هالنبتة مشهورة إنه سهل تجذيرها، بقدر أجذرها بالمي وممكن كمان أنقلها للتربة، لكن يعني أنا بفضلش إنه تنتقل للتربة، يعني إذا أنا زرعتها بالتربة بخليها بالتربة، زرعتها بالمي بخليها بالمي، وهذا الحكي منطبق على جميع النباتات. هلأ في نباتات عادي ما بيموتوا إذا أنا نقلتهم من بيئة لتانية. ليش بتموت إذا أنا نقلتها من بيئة لتانية من المي للتربة؟ لأنه أنا غيرت البيئة، هي كانت بتأقلم مع المي، الجذور كذلك، فإذا أنا نقلتها على التربة خصوصا إنه التربة ما كانت ملائمة ومسكت الجذر كتير وما خلته يسحب العناصر أو المي، فهون ممكن تموت النبتة. يعني بدي أراعي كمان إنه تكون التربة خفيفة، يعني في أول النقل ما أنقلها من مي لتربة حمراء مثلا طينية كتير بتمسك الجذر، ممكن أنقلها على حوض فيه أول إشي حصى وفيه مي، بعدين مثلا لحوض فيه بيت موس بشكل خفيف، وبعدها مثلا ممكن أنقلها إذا تأقلمت على بيئة تانية. هلا كيف بدي أجذر قلب عبد الوهاب؟ باخذ جزء اللي هي من عند العقدة اللي تحت الورقة وبزرعها بالمي، يعني تكون العقلة من 10 ل 15 سنتيمتر، العقلة اللي عفوا العقدة اللي بتكون تحت الورقة، تمام؟ بزرعها هلا بعد شهر من زراعتها بالمي ممكن اني انا انقلها للتربة، لكن اذا طولت العقلة جوا المي اكثر من شهر فبصير صعب تتأقلم على بيئة تانية زي التربة، فكل ما انا نقلتها بشكل اسرع ممكن تتأقلم بشكل اسرع في التربة. الطريقة الثانية لتجذير البوثوس او قلب عبد الوهاب اني انا ازرعها بالتربة، لكن بضيف لها هرمون التجذير، بغط العقلة في هرمون التجذير وبحطها في التربة، ممكن تكون البيتموس مع البرلايت أو مع الرمل، لكنها تكون تربة خفيفة مش طينية بتخنق الجذر. طبعا بعد شهر المفروض إنه هاي العقلة تجذر وممكن إني أنقلها لبيئة تانية. نيجي هلأ للتسميد، خليكم معي عشان نشوف فقرة التسميد. تسميد البوثوس أو قلب عبد الوهاب. هلا دائما لازم اتذكر انه السماد القليل افضل من السماد الكثير للنبته، لانه السماد بيعمل تملح بالتربه، بالتالي المي ما راح توصل بشكل سليم للنبته، او ممكن تبطل نبته عندها قدره انها تسحب المي من التربه، تمام؟ هلا ممكن اسمد قلب عبد الوهاب بسماد متوازن الان بي كي يكون مثلا 18 18 18، او سماد نيتروجيني يكون النيتروجين اعلى، يعني ممكن 18 10 10 أو 18 5 5 مثلا. هلأ لما بدي أسمد بدي أراعي إنه التربة تكون رطبة مش جافة، خصوصا إذا أنا بدي أضيف سماد جاف للنبتة. طبعا من أفضل أوقات التسميد اللي هو الربيع والصيف، شهر 4 شهر 5 لشهر 9 تقريبا ممكن إني أسمد الأسمدة الكيميائية. ما أنسى كمان إنه قلب عبد الوهاب poisonous، يعني تعتبر سامة على القطط والكلاب والأطفال لأنها بتحتوي على الكالسيوم أوكسالات. نيجي لمشاكل قلب عبد الوهاب أو البوثوس. أول شيء عندنا تقزم الأوراق، صفار الأوراق، وكمان الإصابات الحشرية. نبدأ بمشكلة تقزم الأوراق. طبعا سببها بيكون الإصابات الحشرية، قلة العناصر والمغذيات بالتربة، قلة الماء، كمان صغر حجم الحوض،
بكون مش مناسب لحجم النبتة. في كمان عندنا سبب، حكيت قلة المي، مش عارفة قلة المي برضو بتسبب تقزم النبتة. بدي أراعي إني أروي كل ما تجف التربة على عمق 5 سنتيمتر، يعني مش من السطح أعرف إنه هي جافة، لا بحاول أتعمق أكتر بعدين بروي. قلب عبد الوهاب بتحب درجة حرارة من 21 لـ35 درجة مئوية، يعني لا كتير بارد ولا كتير حامي. أتمنى الناس اللي كتير بتبعت لي مسجات عن قلب عبد الوهاب يحضروا هذا الفيديو، لأنه رح يفيدكم أنا متأكدة، خصوصا أنه أنا رح أحكي هلأ عن صفار أوراق قلب عبد الوهاب. هلأ دائما صفار الأوراق بيكون بسبب، دائما أغلب الأوقات بسبب زيادة الري. ليش؟ بروي أنا بفترات متقاربة، ما في يمكن تسريب للمي الزايدة من أسفل الجوار، أو حتى لو في أنا بروي زيادة، يعني بروي زيادة عن حاجة النبتة. فهاد من الأسباب صفار الأوراق، أو ممكن يكون في مرض نقص عنصر معين فبالتالي بتحتاج للتسميد. هلا كيف بدي أعرف إنه صار في تعفن لجذور نبتتي؟ بيكون في صفار على الأوراق كمان مرافق إله بقع بنية على الورقة أو في أطراف بنية، فهون بعرف إنه في مشكلة بالجذور، في مشكلة بالتربة. بنكش التربة، بنظفها، بضيف ممكن تربة جافة إذا كانت التربة كتير رطبة ومتماسكة، فهاد واحد من الحلول، أو بضيف ممكن مبيض فطري للعفن. من مشاكل قلب عبد الوهاب كمان الإصابات الحشرية زي الميلي بق أو البق الدقيقي، وهاد بيكون علاجه مبيد حشري للبق. هلأ كيف بدي أعرف إنه هاد بق دقيقي؟ بتكون في كرات صغيرة لونها أبيض قطنية على الأوراق، وبتكون بشكل كبير ومتوزعة بشكل عشوائي على الأوراق والساق، فهون بسرعة بعالجها بمبيد حشري عشان ما تنتشر وبالتالي يصير في عندي تساقط للأوراق. هلأ إذا أنا ما عندي مبيد حشري لعلاج البق الدقيقي، ممكن أستعين بالكحول، بحط على قطعة قطنة شوية كحول وبمسح الورقة والأشياء اللي عليها أو الحشرات، وممكن أشيلها يدوي. نيجي لآخر نقطة وهي التقليم. هلأ ممكن أقص الأوراق الجافة دائما أو التعبانة، لكن إذا بدي إياها مثلا تنمو من الأعلى بقص من الأسفل، بديها تنمو من الأسفل بقص من الأعلى، وهكذا. نكون وصلت لنهاية الفيديو، يا رب يكون عجبكم. حكينا عن معظم الأسئلة اللي بتطرحوها علي، جاوبت في هذا الفيديو، يا رب يكون مفيد. وأي نبتة تانية ابعتوا لي أو اكتبوا بالتعليقات شو النبتة التانية اللي بتحبوا أحكي لكم عنها، وبشوفكم إن شاء الله في حلقة قادمة في أنا عشان يلا باي.